بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوش دواد مطبخ منى ما انتو حنسمين لنا simple delicious and quick oatmeal recipe وبورش اد فضود او اد نو معان اد قراع كده انت كرتين سومالي هدا انها يبادنا بورش كوان سميسنا، لكن ما انتو حن فيديو وغدن لاي هاي او يدين توسيا لبسيا بضود اما لبن نوع ادو سمين كرت او شرحي كرتين وقرحين كرتين بورشكا داس كو بدنا انت مركي عنيان ان دهاي كعنا انت انا افكا عنين عروت انو اسكتش عليهن تنوع اي وحيابها يعني يرد الدون مركا ديكس جيبن بيا سارتي كو بيان كشوبي بيه انت انا كلاي نقون او كركرين ايان كشوبي يا بورشكا بورشكا ولابا كوب او بورش ان اي كدب نوع يرا ولاقا يا انير وحان كدر يا لبا كوب عانا طبعا دادكو بورشكو اسكو ما جعل دد با جعل اني اادو جلعيان دد با جعل اني اديق نقضه دد با جعل انو اادو بسلاده دادكا قار با 2 مينيس حتى دف او سارنادا اني 5 مينيس ما جعل جلع سائده اديقنا ما جعل دحدحاد كدي مركا كو دري عانه و خان كو درينا ان ير او اه ان باتر اما زبده سبق كدبنا ملح يار فر يسول بانكو دريا بورشكي وديار 5 مينيس كليو كا قادنيا وقراع فدود العروتو سمين كتي الصبحي مركي مدرسة تجيان انتي مدرسة تجين ان وحن ان لقيب سنة ما انت سان شاقي لابس يا بدا دقو حين كتيد ان بورشكا ان وحن مركو وهر يساكو شرح يا اما دول ديقيا بلو بيري بيريس كو كلا دول مكا بلو بيري ستروبري أو سمين كرت عروض بدنا وتعليهن راسبيري مركب بيريا شكل الدوان أيان نكوعنيا وحن كلا سمين كرت موس وحد كلا كدر كرت سيدز نبات سيدز كل الدوان باتيرا شيا سيدز سيسم سيدز نالك سيد وحيا سيد أن أدو نبات بدن باتيرا ما أنت أنا وحن كدر يا لكن حباسود iyo takalan waxay noqonaysaa shia seed marka nabaadku kala badan yihiin laakiin nabaad inaad usha ka dartid iska yara fiican tahay carruurtuna way baranayaan nabaadyada kala duwan marka ma noqonayaan picky eaters carruurtu ilaahay ka ma cuno ka ma doonayo ka iyada waxaan kala dusha kaga dareynaa cinnamon waa qirfaha madxuunka ah qorofalka la budo laga dhigay kaasna aad buugu macaan yahay boorashka dushana waxa kaga darkataa markaas casal and honey ama maple syrup macmacaan yar ama sokor yar dushu waad kaga daadin kartaa saad jeceshihiin wakaas waa diyaar boorashkii insha allah barakallahu fiikum for watching see you next time assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh